في هاي الأمسية المباركة 19 من شباط العام 2020 بسرنا أن يكون معنا سعادة الأخ الدكتور القس عماد شحادة مؤسس ورئيس كلية اللاهوت الإنجيلية في الأردن جتس، كما يسرنا أن نرحب بمدامته الفاضلة الأخت جوليا عميش وهي ابن الطيب الذكر أبو هاني عميش من رواد الخدمة الإنجيلية في الأردن واللي ابتدت في ثلاثينات القرن الماضي. أهلا وسهلا. طبعا الأخ عماد هو زميل شقيقي الكبير بشارة ابن القسيس سليم قعوار، زميله في الدراسة من أيام مدرسة المطران على ما أذكر في أواخر الستينات من القرن الماضي. ونشكر طبعا الأخ بشارة، هو اليوم عم بسجل شهادة الأخ المحبوب عماد بخلف الكاميرا يعني، ومنقول أهلا وسهلا فيكم. نعطي الفرصة للأخ الدكتور عماد، منرحب فيه إنه يحكي لنا كيف بداية اختباره مع المسيح ربنا ومخلصنا له كل المجد، كيف كانت البدايات وأي شيء بحب يحكي لنا إياه للبركة عشان اللي بسمع بالمستقبل يأخذ هذه البركات اللي ما بتنتهي واللي الله أنعم فيها علينا. أهلا وسهلا فيكم وميكروفون معك دكتور. شكرا أخ زهير وأخ بشارة حبيبنا، بعتز بهاي الفرصة، يعني بركة كبيرة أنه يكون لنا مجال نشارك لمجد الرب كيف الرب بيشتغل بأمانته ومحبته ونعمته لتغيير قلوب الناس. صحيح كان قصة الاختبار مع الرب يسوع كانت بدت في مدرسة المطران. أيامها كنت أنا والأخ الحبيب شارة كنا زملاء الدراسة. هذاك الوقت كان في امتحان اسمه امتحان المترك، وكنا ندرس مع بعض، وهذيك الأيام كنا نحاول أي طريقة نساعد بعض. فصرنا مرات يجي عندي على البيت، مرات أجي عنده على البيت، ندرس هيك مع بعض. وبعدين الأخ بشارة بمحبته قال لي شو رأيك يوم نروح ندرس في المكتبة. حكى لي إنه والده طيب الذكر القسيس أبو بشارة قعوار سليم قعوار كان هو مستلم المكتبة، وقال لي إنه في عنا مكتبة بشارع السلط في عمان. هذا الكلام حوالي شهر 3 أو 4 من سنة 1968. فاتفقنا على اليوم وفعلا رحنا والتقينا بالمكتبة. بعدين عم ندرس، واحنا عم ندرس سمعت ترنيم. بسأل الأخ بشارة شو الترنيم هذا؟ قال لي احنا بالطابق الثاني في عنا كنيسة، كان يوم أحد وقتها. قال لي بتحب تشوف الكنيسة؟ قلت له آه ليش لا. فطلعنا على الطابق الثاني وكان الترنيم أول مرة بحياتي بسمع ترنيم. أنا هذاك الأيام ما كنت بعرف المسيح، أنا مسيحي بالاسم كنت، ما كنت بعرف، ما كنت فاهم، ما كنت مش عارف موضوع الخلاص ولا فاهم إشي، بس اتأثرت من الترنيم بشكل يعني دخل عظمي وقلبي من جوا. بعدين القسيس سليم ابتدى يحكي، ومن جملة اللي حكاه قال انتوا كلكم اجيتوا اليوم على هذه الكنيسة لأنه بتحبوا الرب يسوع. قلت أنا مش جايب مشان هذا السبب، ما كنتش هيك، بس حسيت ب تبكيت، حسيت اني انا مش هيك، يا ريتني جاي مشان انا بحب يسوع. وصرت اصلي للرب يسوع بالبساطه اللي بعرفها باللغه اللي بعرفها، ودخل قلبي فرح غير عادي، حسيت انه صار اشي معي هداك الوقت وبدي كمان. وطلعت من هداك اليوم انا فرحان وماشي بشارع السلط
بقول يا رب شكرا اني لقيتك اليوم وما بدي اتركك، بدي اضل معك. هلا لقيت الفرح والمعنى بالحياه بهالبساطه عم بحكي. واخذت السيرفيس ورحت على البيت وبدي اخبر الاهل عن شو اللي صار معي. هذيك الايام طبعا الاهل ما كانوش بيعرفوا شو الفرق، واحنا المهم خلاصتها انه منعت مني اذهب لهذاك المكان مره ثانيه وللاسف. ومرت الايام 7 سنوات من هذاك اليوم ما عدت سمعت لا ترنيم ولا شيء عن الرب يسوع ولا عن الكتاب المقدس ولا شيء. مرت 7 سنوات تقريبا بالضبط، كنت في الجامعة في أمريكا في جامعة University of California سان دييغو في مدينة لاهويا ضيعة من سان دييغو. كنت أدرس بري ميديسن هناك وكنت بالسنة الثالثة هناك وأنا لحالي بالجامعة هناك. هذيك جامعة فكرة كلهم ملحدين فيها، ما فيش إشي يعني ديني أو إشي إيماني. إجا شاب زميلي في الدراسة بنفس الدراسة ما تعرفت عليه يومها، إجا وشافني قاعد لحالي بقول لي معلش أقعد أحكي معه، وقعد يحكي معي وحكالي عن المسيح وقتها بشرني وصليت معه وانضميت لدرس الكتاب تبعه. كان هو وكمان شاب تاني وأنا، 3 شباب هو كان المسؤول عنا. وبعد بس لسه أنا صليت معه بس مش 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 فاهم، عم بحاول أفهم لأني لسه مش فاهم الموضوع. بعد 6 أسابيع هو علمنا من الكتاب المقدس، صرت فاهم وحسيت قديش أنا بعيد وما بعرف الرب وما مش فاهم وإشي، وقلت أنا يعني فعلا بعيد عن الرب. وركعت بتذكر في اجتماع معين وقلت له يا رب سامحني ادخل لحياتي غيرني انا بسلم حياتي لك وهيك واختبرت فرح مره ثانيه زي ما اختبرت قبل ب7 سنين في شارع الصد في المكتب الطابق الثاني بالمكتب نفس الفرح هذا. وصار شغل الشاغل، أنا كنت بدرس الطب هذيك الأيام وصار شغل الشاغل المسيح بس أتعلم الكتاب المقدس وأبشر وأعمل مجموعة درس كتاب وأعلمه هم يعملوا مجموعة درس كتاب زي ما غيري علمني. يعني كانت هذه بداية رحلتي مع الرب المضبوط. ونتيجة لهيك قررت أني بعد 5 سنين دراسة في الأمور الطبية تركت هذا الخط ولجأت لدراسة اللاهوت والتفرغ لخدمة المسيح. آمين. وطبعاً القصة طويلة، الخدمات المختلفة طبعاً شعرنا وقتها، وأنا بحكي بلغة الجمع لأنه بعدين رجعت على الأردن شعرت أنه يعني ما بدهاش صلاة، يعني بلادي بحاجة إلي، يعني حسيت أنه بتثقل لازم أرجع لبلادي. أنا سمعت عن المسيح وأخذت ونميت في الإيمان في أمريكا بس ما بصير أضل بأمريكا، لازم أرجع أخدم بلدي. ورجعت على الأردن ووقتها تعرفت على جوليا. أيامها جوليا كانت تشغل لأحد الأساتذة في الجامعة الأردنية ومكتبها كان مركز، هي كانت ترتب لاجتماعات درس الكتاب تحت الشجر للطلاب وكان عندها مسؤولية كبيرة وبدها حد يساعدها. وأنا سمعت عن اسمها أنها بدها مساعدة، فأنا جيت للخدمة. كنت أولها متفرغ مع حياة المحبة كامبس كوسيد فور كرايست والتقيت مع جوليا تعرفنا على بعض وصارت هي مديرتي ولا زالت مديرتي يعني. بعد بسنة تزوجنا وهلأ صرنا 42 سنة في الزواج. كان رحلة مباركة أنا وجول يعني اتحدنا في هدف خدمة الرب يعني. والأيام مرت، كان عنا خدمة بالجامعة الأردنية للجامعين في الجامعة الأردنية، ثم فتحنا الخدمة بجامعة اليرموك. نتيجة لخدمة جامعة اليرموك تأسست كنيسة الحصن اللي هلأ كنيسة الحصن المعمدانية، ونتيجة لخدمة الخدمة في الجامعة الأردنية تأسست كنيسة أيضا اللي بالأخير صارت كنيسة ضاحية الرشيد المعمدانية. وبعدين احنا دائما كنيستنا كنيسة عمان المعمدانية اللي انتقلت من شارع السلط للويبدة، وهي الكنيسة نفسها اللي أول ما جيت صارت كنيستي بالأول، منها كان الأسيس فواز يطلقني للخدمة. بهاي الكنيسة تزوجنا أنا وجوليا
ومرت الأيام والأسيس فواز وكلني بالكنيسة الثالثة اللي هلأ كنيسة الرابية المعمدانية لحد هلأ نحن في هاي الخدمة. بس عبر السنين الرب ثقل على قلبنا تأسيس كلية لاهوت اللي هلأ عمرها 29 سنة، وقصتها طويلة، بس هدفها هي انتشار الإنجيل في العالم العربي، وبنفس الوقت هي كلية أكاديمية. آمين. يعني عندنا برنامج البكالوريوس وبرنامج الماجستير وبرنامج الدكتوراه. البكالوريوس والماجستير معتمدين، شهادات معتمدة رسميا. برنامج الدكتوراه في طريقه إلى الاعتماد. وعندنا خريجين صار ب 21 دولة أسسوا كنائس ومؤسس وخدمات كنسية. بعدين عندنا دار نشر ونشر للكتب والطباعة والإنتاج ودراسة بالمقر ودراسة أونلاين كمان. طبعا بحكي باختصار شديد في تفاصيل لكل نقطة من هاي النقاط. كل هذا حتى نقول إنه هذا عمل الله نفسه، هو اللي بيعمل بالقلوب. آمين آمين. وفرحنا في مش في إنجاز ولا في شطارة ولا في أي شيء، فرحنا باللي عمله هو من أجلنا، الألم اللي تألمه على الصليب لأجلنا حتى يأمن لنا الغفران، حتى يمحي خطايانا ويلبسنا بره وبعدين يسكن فينا. شو هالامتياز؟ وهيئنا حتى نكون معه في السماء. هذا هو حياتنا، هذه القوة الدافعة لكل شيء بنعمله، هذا مركز حياتنا كلها. طبعا الرب بسيادته بجيب الأحبة لبعض، كيف جمعنا أنا والأخ الحبيب بشارة، كانت البذرة الأولى واشتغل عن طريقها العلاقة اللي قادت لليوم اللي احنا فيه. فله كل المجد، وهذه قصتنا باختصار، له كل المجد. آمين آمين آمين. شكرا كثير يا أخ عماد، يعني هي مختصر. ربي يباركك ويبارك خدمتك ويبارك عائلتك.